سالي، مثل ما تابعنا مواضيعنا مختلفة ورح نبدأ صحيح. من عنوان الليزر شعاع الجمال. تتعدد أنواع الليزر وتتعدد استخداماتها، فما الآثار الجانبية لكل نوع وما هو النوع المفضل بالمواضيع التجميلية؟ هاي الأمور كلها رح نتعرف عليها مع الدكتورة دلال دلول، اختصاصية جلدية وتجميل. يسعد صباحك. صباحك. وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. صباح الخير دكتورة. بالبداية الليزر هو دائما هيك صار بشكل كتير كبير منتشر حاليا، يمكن بالسابق ما كنا نعرف شو يعني ليزر، ولكن مع التطور مع مواكبة الشغلات الجلدية التجميلية صار عنا، لأنه صيحات بالتجميل عنا، فصار الليزر هو أمر خلينا نقول كتير بهم الصبايا وحتى الشباب. عم نشوف أيضا بيحددوا الدقن، مو بس الصبايا، خلينا نقول كمان الشباب. خلينا نحكي عن الليزر بشكل عام، أنواعه وشو مضاره أحيانا. تمام. هلا أول شيء بس تعريف بسيط للليزر، هو عبارة عن ضوء وحيد طول الموجة بيصير أشعته بشكل متوازي لنحو نقطة الهدف. فالهدف هو بيركز عليه الليزر، بيعالجه من دون ما يأثر على البشرة المحيطة. هلا كل طول الموجة رح يحدد لنا نوع ليزر، يعني احنا ما كتير العالم بتعرف انه في عنا كتير انواع للليزر، انه بس ليزر 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 صح. فهو كل طول موجة عنا هيحدد لنا نوع، كل نوع رح يعطينا استخدامات وفوائد وبالتالي كمان شوية آثار جانبية. هلأ خلينا اول شي نحكي عن اشياء الاجهزة المستخدمة بطب الجلد والتجميل. ما فينا نحكي عن كل شي ليزر، اشياء شي موجود حاليا. هلأ عنا ليزر نزع الاشعار، عنا الليزر الكربوني، ليزر إزالة الوشم، والفراكشنال ليزر أو CO2. هدول أشياء في مجال طب الجلد والتجميل. تمام. حكينا دكتورة يمكن عن أنواع متعددة للليزر، خلينا نحكي عن استخدامات كل نوع خصوصا بالناحية التجميلية والطبية. هلأ حنبلش بالليزر نزع الإشعار، كونه هو بياخد مساحة كبيرة عند الصبايا وعند الشباب. هلأ هو صار في عنا كتير تطور بهي الأجهزة، أحدث شيء توصل له العلم حديثا ليزر رح يضم 3 موجات. عنا الدايود ليزر اللي هو 808 طول الموجة، بيأثر بشكل أساسي على البشرة الفاتحة والشعر الناعم. مع الانديياج ليزر 1064 بيأثر على البشرة الغامقة والشعر الناعم. مع الالكسندرايد اللي هو 755 بيأثر على البشرة البيضة والشعر الخشن والأسود. هلأ الجهاز عم يضم 3 موجات معهم، هذا الشيء عم يختصر لنا وقت وعم يساوي فائدة لكل الأنماط، لكل أنماط البشرة، لكل أنواع الشعر. نعم. الفكرة اللي احنا أنه بأي منطقة من الجلد الشعر فيها ما بيصير بشكل متوازي بمرحلة النمو. في عنا شعر بيكون بطور النمو. تماما. بيكون هون قاسي وغامق، في بيكون منه بطور الراحة بيصير رقيق وناعم وبعدين بيتساقط. فالحلاوة أنه أنا وقت اللي عم بضرب ضربة الليزر بهيدي الطريقة عم يأثر على الغامق وعلى الفاتح، القاسي والناعم بنفس الوقت. نعم. دكتورة خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة حتى نرمين منلاحظها عند الصبايا، بيجوا ليعملوا ليزر في عندهم أشعار موجودة بأماكن محددة، ولكن في شيء اسمه هرمون، في عندهم اختلاطات هرمونية، بيجوا بيعملوا ليزر بيقولوا نحن ما عم نستفاد، سواء بالألكسندريت ولا بالآي بي ال، هن ما عم يستفادوا لأنه ما عم يتم تحاليل قبل ما ينعمل للصبية الليزر. كدكتورة جلدية قديش مهم بس تجي الصبية بدها تعمل ليزر لمناطق معينة انه نحن نطلب منها تحاليل هرمونيه لنعرف انه هل مشاكل من جوا ولا هي اشعار بشكل عام، لانه كل طبيعه جسم بتختلف عن الثانيه. هلا في شيء اسمه شعرانيه زائده، يعني هي زياده شعر بمناطق غير مرغوبه بالنسبه للانثى. يعني وقت اللي بدي اشوف شعر زائد بمنطقه الدقن او الوجه عند انثى، هون انا لازم اتحرى موضوع الهرمونات، او مثلا على الخط الناصف للبطن حوالين السره وقت بيكون قاسي وخشن انا لازم اتحرى. اما وقت ما بيكون ما في داعي. هلا هو اهم شيء المريض اول شيء يتواصل مع الطبيب، هذا اهم شيء. لازم التحاليل تنطلب قبل جلسه الليزر، لازم يخبر الطبيب عن الادويه اللي بياخذها. في ادويه ممنوع انه نستعمل مع ليزر لانه ممكن تعمل حروق مثل الرتان. اكيد. تمام. او كريمات تقشير موضعيه يكون عم يحطه مخبر الطبيب. فالمفروض يتم الاسئله عن كل هيدي الامور. يكون المريض بالصوره انه انت قبل ما تيجي لعنا على الجلسه المفروض تحلق الشعر مع اتجاه الشعره،
بحيث يضل عن 2 ملي بس من الشعر فوق سطح الجلد، لانه اذا كان الشعر اطول من هيك كمان بيصير في عنا حرق. فهي كلها تعليمات المفروض المريض يكون على معرفه فيها ويسال طبيب، ما فورا انا حرق الليزر بيعلم الحرق هلا حسب الدرجه. حسب درجه الحرق. يعني دكتورة يمكن حكينا عن أنواع الليزر، حكينا عن ركزنا على موضوع إزالة الشعر بالليزر، كمان في موضوع مهم هو انتشار هاي الأجهزة بمراكز التجميل. سالي يمكن كتير منشوف على الفيسبوك عروض عم يتسابق ومن بيقدم العرض الأرخص إذا بدنا نقول، قديش هاي المراكز أو عفوا هاي الأجهزة الموجودة بالمراكز التجميل هي آمنة وفي أي شخص يستخدمها؟ هلا هو الجهاز حكما رح يكون امن كونه انه اخذ موافقه على انتاجه، بس المفروض الطبيب هو اللي يكون عم يشتغل مو كيف ما كان. يعني هلا بصراحه شوي القصه صايره هيك خليط، فالمفروض للطبيب يكون عم يشتغل هو على الجهاز لحتى المريضه تاخذ نتيجه منيحه ومن دون اثار جانبيه. يعني ما حدا حيعرف بالتحاليل الهرمونيه ولا حدا حيعرف تعطيكي هالتعليمات المهمه قبل الجلسه غير الطبيب، ولازم كل مره يتم مناقشه مع الطبيب. صحيح. يعني مثلا تخبر المريضه انا هالجلسه ما كثير استفدت، المفروض الطبيب يعرف انا فيني زيد الطاقه شوي. اي متى الاستفاده بتكون؟ بعد كم جلسه لازم؟ هلا بتختلف بين الاشخاص وبتختلف حسب المنطقه كمان، عاده الساقين بيستجيبوا للليزر بشكل اسرع بكثير من الذراعين. القبط بيستجيب كمان اسرع من الفخذين من الذراعين. ففي مناطق تستفيد اسرع من مناطق ثانيه، يعني حتى بنلاحظ مرضى بتيجي بتعمل فول بودي بيروح الشعر من كثير مناطق بيضل بس بكم منطقه، تماما بكون بدها هي جلسات اكثر. تماما. كمان دكتوره يمكن في موضوع كمان لازم نتطرق عليه، انه ازاله الشعر في مده معينه، في عالم لا كل 10 ايام بدها تعمل جلسه، انه على فكره انه اسرع بيروح، فلا الطبيب بيقول له انه لا نحن كل 20 يوم احيانا كل 30 يوم بحسب طبيعه الجسم والحاله. قديش لازم نقول انه لازم نترك فتره معينه لهدول الاشعاعات اللي نحن عم نعرضهم ل عم يتعرض جسمنا لهم وعم نعرضهم لجسمنا، انه في لازم في فتره ليرتاح الجسم لتطلع الشعر؟ هلا هو امن يعني ما في مشكله بالتكرار، بس ما بدي اكرر بلا فائده 100%. يعني هلا انا وقت اللي ضربت الليزر على الشعره، الشعره ما دغري يعني في منا فورا بيحترق وبيموت، في منا لسه بيضل شوي، فنحن عنا اسبوعين هي الفتره اللي هي فتره طور الراحه بتساقط فيها الشعر على الاخير، بدك فتره ليرجع يطلع. فهو بتختلف بين شخص وشخص، بس اقل شيء شهر. تماما. شهر، واحيانا وقت اللي ما بيطلع الشعر كله بنقول للمريض انطر لسه للشهرين ما في مشكلة، مشان وقت اللي يجي يكون كل الشعر طالع بالمنطقة بيستفيد كله. مو بس أنا يعني عدد جلسات كتير، لا قد ما فيني خفف عدد الجلسات على المريض. دكتورة يمكن آخر نقطة بدنا ننوه عليها بموضوع ليزر إزالة الشعر هو عدد الجلسات، شو الفترة المنطقية لإزالة الشعر نهائيا؟ هلا نحن بدنا نحكي بشيء طبي، يعني ما في جلسة وجلستين وإزالة شعر نهائيا، أكيد لا. وبيختلف كمان مثل ما قلت لك حسب طبيعة الشعرة وحسب طبيعة البشرة طبيعة الجسم، فيعني الرينج هو بين 4 لـ 8 جلسات، بيختلف كمان حسب نوع الجهاز. والجلسات الفاصل بيناتها بده يكون يا شهر يا شهرين حسب كمان عودة نمو الشعر. هلا بالبداية بتشعر المريضة انه عم يتأخر الشعر ليطلع، بعدين بتاخذ نتيجتها انه ما عاد في شعر، وهي فكره كثير مهمه هي ازاله 80 لـ 90% من الشعر الموجود بالمنطقه مو 100%. تماما. دكتوره خلينا نتطرق للعمر، لاعمار خلينا نقول السيدات اذا كانت صبيه بمقتبل العمر، خلينا نحكي بين 17 و 18 وما فوق، هل بيختلف الليزر او أكيد. مثلا ممكن ما ينعمل لليزر بعمر معين يكون هرموناتها لسه ما انا ثابته او حتى الريج ما انا مستقره؟ نحن قبل 18 او حتى 20 ما له مفضل، لانه الهرمونات ما بتكون لسه استقرت. وكمان بعد ال 45 ما له مفضل، لانه غالبا بيعطي نتيجه عكسيه. يعني ما بيروح الشعر، بيروح لونه، بصير شعر ابيض، والشعر الابيض ما بيروح باي طريقه. فالعمر كثير مهم.
تمام. يمكن كمان من استخدامات الليزر غير إزالة الشعر هي إزالة الوشم. خلينا نحكي عن استخدام الليزر بهذا الموضوع، وكم عدد الجلسات يمكن المتوقع على إزالة الوشم، أو حتى يمكن الوشم يزال نهائيا؟ هلا هذا صرنا بجهاز ثاني غير جهاز نزل الاشعار، صرنا بنوع ليزر ثاني بطريقه اصدار معين، يعني هي كيو سويتش، يعني الموجات بتكون كثير بتضرب الجزيئات الصغيره كثير اللي موجوده بحبيبات الوشم اللي هي حبيبات الحبر. هلا العدد الجلسات والنتيجه بتختلف حسب عمر الوشم، يعني كل ما كان الوشم قديم بيحتاج لعدد جلسات اكثر. واللون كتير مهم، وقت بيكون الوشم عندي أسود وغامق هذا بيستفيد أحسن بكتير من الوشم الأحمر أو الأخضر. عادة الوشم الأحمر أو الأخضر بس بخف اللون، ما كتير نتائجه مشجعة، هو بس بخفف اللون، يعني إذا المريض كتير مزعوج إنه اللون كتير غامق بيصير فاتح. أما الوشم الأسود إيه بياخد نتيجة كتير حلوة، بيصير خيال كتير 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 بسيط، ما عاد بيبين وما بيكون جلساته كتيرة خاصة إذا كان حديث. تماما. يمكن حكينا ببداية الأسئلة عن أنواعه، ذكرتي دكتورة للفراكشنال اللي هو هلأ حاليا كتير عم نشوف صبايا عم تروح على مراكز طبية أو تجميلية لتعمله، خلينا نحكي عنه شوي وحتى نفوت هيك لليزر الكربوني أيضا قديش له فوائد. تمام. هلأ ليزر الكربون هو ليزر كتير سهل وكتير إجراءه بسيط وما إله آثار جانبية أبداً أبداً، يعني هذا الليزر 100% آمن، فيك تعمليه بالصيف وبالشتاء كتير ظريف. منحط قناع الكربون على البشرة، الكربون كتير بيمتص الدهون مثل فحم بيجي. تمام. بيمتص الدهون الموجودة، بيمتص الشوائب اللي بالبشرة خاصة الرؤوس السوداء اللي بتكون موجودة بالأنف. فوقت اللي نضربها بالليزر جزيئات الفحم عم تتخرب هي والشي اللي ارتبط فيها هي وهالشوائب، فبنحصل بعد منا على بشرة نضرة بتعطي لمعة كتير حلوة، الرؤوس السوداء بنتخلص منها. هو كتير بيفيد كمان للبشرة الدهنية، بيصغر حجم الغدد الدهنية فبصير بخف إفراز الزهم، بخف موضوع حب الشباب، بيساعد حتى الآفات الفعالة من حب الشباب ممكن إنه يعطينا نتيجة حلوة لإله. بالنسبة للفراكشنال ليزر هلا هو هذا موسمه فصل الشتاء، لانه هو بيعتمد على انه نحن بنعطي حرق سطحي للبشره بشيء كثير مدروس ودقيق. نعم. هو بيأثر على المي الموجوده بالطبقات العليا من البشره فبتتبخر، بيصير عندنا هذا الحرق، بيحتاج وقت للترميم حوالي الاسبوع تقريبا. المفروض المريض نهائيا ما يشوف الشمس، فما بنفضل ابدا بفصل الصيف، هو فقط بالشتاء. نعم. له عدة استخدامات، تقشير، علاج تصبغات، علاج ندبات حب الشباب والندبات الجراحية، التشققات اللي بتصير بعد الحمل والولادة كمان بيساعدنا بعلاجها. هو جهاز له قبضتين، قبضة التقشير اللي حكينا عنها، قبضة الثانية الجراحية هي بتعطي الليزر بشكل مستمر لحتى نتخلص من الآفات البسيطة بالبشرة مثل شامات بسيطة أو التواليل، الزوائد الجلدية، بيكون الإجراء بسيط ودقيق والشفاء سريع. نعم. دكتورة يعني استخدامات الليزر كل ما أنا عم تتطور، يمكن من 10 سنين سالي استخدامات الليزر تجميلياً غير هلأ. صحيح. خلينا نحكي عن أحدث التقنيات اليوم اللي متواجدة بعالم التجميل بشكل عام وبسوريا، وين وصلنا فيها؟ هلأ هيدا أحدث شيء تقريباً يعني موجود عندنا، وصلنا له. في عندنا كتير استعمالات حتى مو بطب الجلد والتجميل، يعني حتى صار بالعينية، بالأسنان، حتى الفراكشنال ليزر ممكن يستعملوه لقطع اللثة بعلاج الأسنان. نعم. فهو بالفعل صار في كتير تعدد بالاستعمالات، هذا الشيء هو بخفف على المريض وجع، بخفف ألم، بيعطينا مثل ما الترميم سريع، فما عاد إنه هو بحاجة التقشير من قبل مثلا كانوا يستعملوا مواد كيماوية بنقشر البشرة ككل، فبده الترميم حوالي الشهر وممكن يصير تندب. هلأ بالفراكشنال الضربة هي بتجي هيك مثل الدائرة أو مربع. تماما. الليزر بيضرب نقطة وبيترك النقطة تمام. اللي جنبها سليمة ما بيضربها. أكيد. فلحنا صار عنا الضرب موزع
الحرق موزع في الترميم عم يصير اسرع. صحيح. يمكن مثل ما قالت نرمين ممكن هلا نكتشف لسه اجهزه جديده غير الفراك طبعا غيرها مع تطور العلم وتطور الطب. دكتوره بدنا منك نصائح اخيره لكل يلي عم يحضرنا لصبايا وايضا للشباب وايضا اللي عندهم شويه مشاكل بالهرح من حضرتك، تفضلي. بنصحهم انه يلتزموا بالمتابعه مع الطبيب، يخبروه بكل شيء زعجهم، ما كتير يتأثروا بالحكي المحيط، يعني كل جسم له غير الجسم الثاني، انا بستفيد غيري بيستفيد بطريقه ثانيه، لانه صحيح. انا طبيعه جسمي غير الاشخاص الثانيه. في فكره مهمه بس مشان موضوع فضل. نزل الاشعار، ممنوع البرونزاج قبل الجلسه وبعد الجلسه باسبوعين كرمال ما يصير في عنا حروق للبشره وتصبغات، بتصير كثير بشعه، بيكون الشيء المريض بشي بصير بده يعالج شيء ثاني. صحيح. يعني سالي تطرقنا لموضوع اجهزه الليزر، واكيد يمكن هذا الموضوع بهم كثير من السيدات والصبايا وحتى الشباب. يمكن اكثر شيء بدنا ننوه عليه الواحد يسال ما ينجر وراء موضه الفيسبوك والدعايات اللي بتكون، يمكن كل اجراء حلو يسال من كذا مصدر لياخذ النتيجه الافضل. بدنا نشكرك كثير دكتوره دلال دلول اختصاصيه جلديه وتجميل. شكرا. كل الشكر لك دكتوره، اهلا وسهلا فيكي، نورتي صباحنا.